السلام عليكم. البودكاست ديالنا اليوم غادي يكون على واحد الموضوع اللي هو في غايه الاهميه بالنسبه لنا جميعا، وضروري ما غادي نكونوا طحنا فيه مره او جوج ونقدر نقول مئات المرات. هو عدم القدره ديالنا على اختيار واحد القرار مناسب، يعني اننا نكونوا حاسمين في واحد القرار. وهنا شحال من مره كنلقاو راسنا واقفين ومشلولين، مرتبكين، خايفين، يائسين قدام مجموعه ديال الاختيارات، وما قادرينش نشيروا بالاصبع ديالنا لواحد الاختيار خوفا من انه ندموا عليه من بعد. وهنا تيقول واحد المثل قديم: تفلسف الحمار فمات جوعان. وهذه واحد المفارقه فلسفيه اللي تتوضح من خلالها صعوبه الحسم في الاختيار. والاصل ديال هذه المقوله كيرجع للمفكر بوغديان، واللي عن طريق الدعابه كيقول باللي جاب الحمار ديالو وخلاه بالجوع وبالعطش، حتى ان الحمار بقدر ما بقى كيحس بالجوع كيحس حتى بالعطش، وحطوه في نص الطريق ما بين كومة ديال التبن وسطل ديال الماء. وهنا قال الحمار كيبعد بنفس المسافه عليهم بجوج، وبقى الحمار تيفكر في سبب منطقي وعقلاني اللي يخليه يشرب عادي ياكل، ولا ياكل عادي يشرب. وبقى يفكر، وهو واقف مشلول بسبب عدم القدره ديالو على اتخاذ الخيار المناسب. وبقى الحمار متردد وما قدر يفضل حتى قرار على الاخر، والنتيجه ان الحمار غادي يموت في النهايه بلا ما يقدر ياخذ حتى شي قرار عقلاني بالاكل والشرب. وربما غادي كنت سمعتي شحال مره واحد المثل شعبي شهير واللي كيقول لك الا بغيتي تحيره خيره، يعني شي واحد الا بغيتي تحطه في حيره وتخليه تالف امره وما عارف شنو يدير ومرتابك، عطيه مجموعه الاختيارات وخليه. وبلا ما نمشيو بعيد، راه حنا تحطينا في هذا الموقف الاف المرات. مثلا شحال من مره فقتي الصباح وبقيتي ضايق حيت ما عارف شنو تلبس، بالاخص الا كان عندك شي موعد مهم، ولا فاش يسولك شي حد شنو تبغي تشرب ولا تاكل، وقدامك مجموعه ديال الوجبات وانت حاير. وهنا كتكون خايف شحال من مره انك تاخذ واحد القرار واللي تندم عليه من بعد ولا تلام عليه، وكتبقى مشلول وما قادر تاخذ حتى شي قرار. وبعد المرات كما كنقولوا بالدارجه سبق الميم ترتاح. وهنا كنطيحوا في ما يسمى بالشلل التحليلي، واللي كيتطرق ليه عالم النفس باري شوارتز في الكتاب ديالو The Paradox of Choice، معضلة الاختيار. وكيقولنا بان هذه راه واحد الحالة عامة من العجز على اتخاذ واحد القرار، والسبب الرئيسي في هذا الشلل هو كثرة الاختيارات، يعني كاين اختيارات اكثر من اللازم، واخا يكون داك الحاجة اللي نختاروا بسيطة، يعني شي حاجة اللي عادية، ولا بعض المرات تيكون عندنا السبب، يعني غالبا ما قادرينش نفضلوا واحد الاختيار على الاخر. يعني نفس القضية اللي كانت وقعت للحمار قبل نتاع بوغديان، يعني شوف شحال كنضيعوا ديال الوقت غير في الباس والماكلة، وشحال كنرتابكو ونحسوا بالستريس، فما بالك فاش كتكون الامور كتتعلق بالمستقبل ديالك. هنا غير باش تفهم بان الاختيار عمره ما كانش حاجة اللي هي سهلة، واخا حتى في ابسط الامور واللي كتبان لينا تافهة، الشيء اللي كيخلينا نتوقعوا في بعض الاخطاء ونسلكوا بعض الطرقان اللي مختصرة وربما كيؤدي بينا الشلل التحليلي وكيخلينا واقفين مرتبكين. وهنا ما كيبقى قدامنا غير داك سبق الميم ترتاح، وفي الاصل هذا راه واحد الخطا كبير وبزاف. وهاد الاخطاء بغيت نطرق لهم، هما يمكن اننا نحصرهم تقريبا في ثلاثه ديال الانحيازات اللي كتوقع لنا تلقائيا، يعني الدماغ ديالنا كيقترحهم علينا فاش كنكونوا واقعين في هاد الورطه هذه ديال الاختيار. عندنا الاول هو ان الانحياز المألوف، وهنا تنمشي ناخذ داك القرار اللي موالف كندير، يعني بغيت ناكل كناخذ داك الشيء اللي موالف كناكلو، بغيت نمشي لواحد المطعم كنمشي للمطعم اللي كنمشي له ديما، بغيت نخرج لواحد البلاصه كنمشي للبلاصه اللي فيت مشيت لها، نلبس واحد اللباس كنلبس الحاجه اللي فيت لبستها. هاد القضيه كتخلينا نطيحوا في الروتين، وكيولي ديما داك الشيء اللي كنديروه كيتعاود، يعني حتى كنملو. وثاني حاجه هو انحياز لعدم الاختيار. وانا غالبا فاش تكون شي حاجه جديده وكنكونوا مرتبكين وما عارفينش واش نديروها ولا لا، بحال مثلا فاش نقول دابا كورونا فيروس وكاين واحد اللقاح، يعني بعض المرات داك الخوف ديالنا والارتباك ديالنا من هذا اللقاح اللي جاي جديد وما عارفين عليه والو، ممكن يخلي شحال من واحد انه ياخذ القرار بلا ما غنديرش اللقاح هكا عبطيا، يعني بلا ما انه ياخذ فكره يقلب يسول يعرف لا صافي هو خوفا من داك الشيء ما غناخذ داك الحاجه باش ما يندمش عليها من بعد. وهاد القضية كنشوفوها حتى في بعض المواقع كتخرج لنا بعض المرات، مثلا واحد الرسالة واللي كيقول لك
بليز سند ابديت تو ماي ايميل، وبجنب ديالها تيكون واحد المربع. وهنا كتعتمد داك المواقع على هاد الانحياز اللي كيجعل المستخدمين يخليو داك المربع كما هو. يعني انت ما كتبغي دير حتى شي اختيار باش ما تندمش عليه، يعني ما كتبغي لا تكليكي لا تحيد داك كليك لا والو، كتخرج وتخلي داك الشيء كما هو. هادشي راه في مصلحتهم، لانه هما ديجا طاروا الاختيار في بلاصتك وكانوا كيسينوك تلغيه، وان انت ما لغيتيهش ولا انت ما لغيتيهش، وهنا تيبقى الاختيار في الصالح ديالهم. وبعض المرات كنختاروا الحاجه الثالثه وهي الدفاع عن الحريه ديالنا. في هذه الحاله يعني شحال مره يقدر يبروبوزي عليك واحد الصديق ديالك او الصديقه ديالك انك تمشيو لواحد المكان، وديما ديما كتجي منه لينيسياتيف، يعني ديما هو اللي كيبروبوزي، وباش تبان بانك متحرر وبان عندك انت الراي وما كيتحكمش فيك وما يدخلكش الشؤون ديالك وماشي مقيد، فانك كترفض. وهذه غير حفاظا على الحريه والكرامه ديالك. كون الا بقيتي في هذا السلوك هذا يدي الى انه خرج على مجموعه ديال العلاقات غير بهذه القضيه. وفي الاخير كنبغي نقدم مجموعه ديال الارشادات او النصائح اللي ممكن اننا نتبعوهم باش نتفاداو هذا الشلل اللي كيوقع لنا، ولا هذا الارتباك، ولا هذا الخوف والياس اللي كيكون ناتج عليه ديما عدم القدره على اختيار واحد القرار مناسب. هو في الاصل غادي يكون هو اننا نحاولوا نمينيميزيو، يعني نقللوا العدد ديال الاختيارات ونخليوها على رؤوس الاصابع، يعني تكون محسوبه. شحال ما كان عندنا اختيار نحاولوا ناخذوا منها واحد 3 4 5، هنا كيساعدنا بعدا كيكون عندنا مجموعه. اذا ما بقيناش نديروا اختيار واحد حاسم، لا غناخذوا واحد 3 ولا 4 ولا 5. من بعد عاد داك 3 ولا 4 ولا 5 هما اللي نبداو نتريتيو فيهم على راحتنا، نرتبوهم وندرسوهم ونحللوهم حتى نلقاو الاختيار اللي يناسبنا واللي يلائمنا واللي نرتاحوا ليه اكثر. انا ما كنهضرش على شي حوايج لي امور بحال اللي قلت قبيله، كنهضر على امور اللي كتكون قرارات اللي كتكون مهمه بزاف، سواء في الخدمه سواء في الدراسه سواء الزواج سواء واحد المشروع، مجموعه الامور اللي مهمه وكبيره بزاف واللي كتكون يعني حاسمه في الحياه ديالنا ولا في المستقبل ديالنا. وحاجه اخرى هو انني ناخذ الوقت ديالي باش ناخذ القرار اللي بغيت، يعني ما نخليش حتى الوقت بوقتها ولا الساعه بساعتها، لان غالبا ما كنبغيو ناخذ واحد القرار الدماغ ديالنا كيبغي ياخذ واحد القرار بسرعه باش يدوز دغيا ويديبارطا منه، والمهم ديما كنركزوا على النتائج، يعني شنو غيجي منه، كنسينو غير النتيجه وكنقول يا ربي تكون زوينه. وهذه راه واحد الخطا كبير حتى هو اللي خصنا نتفاداوه. لا، ناخذ وقتي الكامل وندير واحد البلان وندير واحد المخطط ويكون عندي لوبجيكتيف ديالي فين باغي نوصل، ونقرر خطوه بخطوه. وانا حتى فاش كتعطاو لي بزاف ديال الاختيارات ولا بزاف ديال الاحتمالات، حاجه واحده اللي كتكون عندي هي انني نشوف واش داك الاحتمال اللي حطيت انا كاين ما بين داك الاحتمالات كاملين، وكنختاروا بكل بساطه. وهنا نقدروا نرجعوا للامور اللي هي بسيطه وسامبل، يعني كيف ما كنقول راه غير فاش كنشوف مثلا لا كنت محدد انا كل نهار شنو غادي نلبس، ما غاديش نفيق ومبقى مرتبك وخايف وما عارف شنو غنلبس، ديجا داكشي بري ديتيرميني. الا كان عندي واحد لو ريجيم في الماكله، ريجيم اليمونتير، ما غاديش نمشي للريستو ونبقى تالف، انا ديجا عارف راسي شنو خصني ناكل، ديجا عندي ان ريجيم اللي متبعو. وهنا كتكون الحياه ديالي منظمه وكنستافد ما امكن من القرارات ومن الاختيارات اللي كندير في حياتي، لان فريمون هما اللي كيديتيرمينيو شنو غادي نكون هنا لقدام. راه ماشي مشكل الا غلطت مره وجوج وثلاثه، وليني ما بقاش ديما كنغلط، لان هذا غادي يخلي عندي واحد الضعف في الثقه في النفس، وغادي يخلي يكون عندي واحد الاحباط ونبقى نحس بالتعاسه وبانني ما مزهرش وما عنديش، ما يمكن نبقى نلصق في مجموعه ديال الامور واللي هي ماشي في الصالح ديال الواحد. نتمنى انني نكون فدتكم في هذا البودكاست، وان الحوار ولا اللقاء ديالنا كان شيق، يعني انا فريمون عجبني الموضوع وبغيت نبارطاجي معكم نشاركو معكم. ولا كانوا عندكم مواضيع اخرى، عندكم اقتراحات، عندكم اراء، حلول، ملاحظات، انا على الرحب والسعه، تخليهم لي في لي كومونتير ونناقشوهم جميع ان شاء الله. ومن القناه في بودكاست ماجي ان شاء الله. مع السلامه.